التمارين الضاغطة أنت لما تجي تشد العضلة تعصرها، هذا تمرين ضاغط. التمرين الساحب لما تجي تسوي استطالة للعضلة، استرتش مثل بالأوفر، مثل الفتح دامبل، أكو هواي ناس يسمون. هلا شباب، السلام عليكم. جانت وياكم اليوم فيديو جديد على تمارين الصدر ومشاكل تمارين الصدر. أول مشكلة بتمارين الصدر، هواي ناس يحجون يقول لك كابتن شنو الفرق بين الماشينات والحر؟ أول جواب لهذا السؤال، ماكو فرق يا شباب. الفرق شيء بسيط، اللي هو بتمرين الحر لما نشيل البار 20% من التركيز مالك راح يروح على الكنترول، انك تضبط الوزن وترفعه، هاي الفكره. بينما بالماشين انت بس قاعد وترفع الوزن، سو الكنترول مالك راح يتحول لطاقه على ما تقدر ترفع وزن. سو انا بالنسبه لي احب الماشينات اكثر من البار الحر. ليش؟ لانه يجنبني الاصابه واقدر ارفع بيه اوزان ويهمني الكنترول. سو هذا الفرق بين الماشين وبين الاجهزه. ماكو شيء انه اسمه هذا اقوى او هذا اقوى، لا بالعكس. البار الحر ممكن يخليك تضيع 20% من الطاقه مالتك او اكثر من 20% بالكنترول، لبين ما تضبط الوزن ضاع راحت الطاقه مالتك. بس الماشين تقدر تضبط بيه تكنيك، طلعه نزله، لان احكي لكم هسه على التكنيك. سو خلصنا من فكره الفرق بين الماشين وبين البار الحر او بين الدنابل، هذا الفرق، الفكره بالموازنه وضياع الطاقه. بالنسبة للتكنيك يا شباب، اكو هواية طرق وتكنيك لتمرين الصدر. هواية طرق وتكنيك لتمرين الصدر. مثلا اول شيء عندنا، كل واحد يتمرن تمرين الصدر مالته حسب حاجة جسمه. ما تقدر تتمرن تمرين صدر وانت جسمك مثلا فلات او صغير العضلة وتتمرن 5 تمارين صدر او 6 تمارين صدر. بهالشكل هذا انت راح تجهد العضلة. العضلة مالتك راح تتعب. انت قاعد تدمر العضلة بدل ما تبنيها. الفكرة انه لما يكون صدرك صغير تعطيها تمارين قاسية بس قليلة، يعني تتمرن تمرينين ضاغطة، 3 تمارين ضاغطة عالي مستوي اسفل والباقي كله ستريتش وتريح العضلة. لما تيجي تعطيها 5 تمارين و6 تمارين انت هنا قاعد تستهلك العضلة، قاعد تجهدها اكثر مما قاعد تتحمل. سو نصيحتي لكم يا شباب، لا تجهدون العضلة. سو راح اختصر الفيديو اليوم على التكنيك. اول تكنيك عندنا جوينت سيت. جوينت سيت شنو هو؟ انك تحط اكثر من 3 تمارين مع بعض. مثلا تمرين عالي، تمرين مستوي، تمرين اسفل، تمام، وتمرين تجميع اذا كان صدرك يحتاج تجميع او اذا كنت متقدم. مثلا هسه راح نتمرن الجوينت سيت. هنا واحد طلع هاديه مع سكويز، 2. لكل حركه بدايه ونهايه، هاي البدايه هاي النهايه. ماكو واحد يتمرن بهالشكل هذا ويقول اطلع عضلات، لا، هاي بدايه نزول كامل وهاي نهايه، عصر ومع وقوف، وقفت مره ثانيه ما نخلي ملحوظ. هاي 12 تكرار. هذا مثلا خلصت 12 اضغط على الجهاز الثاني اللي هو مستوي. هذا مستوي، بدايه مع عصر، بدايه نهايه، نزله كامله طلعه. هذا اسمه تمرين بهالشكل. هذا ماكو شيء اسمه جمب، ما يصير. خلص مثلا المستوي، نروح على الاسفل. الاسفل التركيز مالته لازم يكون اسفل، يعني اذا تشوف الجهاز بهالشكل هذا وانت تحس قاعد يشتغل مستوي، الافضل انك تتقدم لقدام وترفع صدرك على ما تلعبه بشكل صحيح. هاي مع عصر، بدايه نهاية مع عصر. خلصنا الأسفل، نلعب وراها التجميع واحد 2 مع عصر، 3 بداية نهاية. لا تنسون ماكو شيء اسمه روح ويوقف هذا مو تمرين، هذا مجهود وإرهاق على الفاضي. 10 تكرارات بس أخلصها أروح ألعب المتوازي. هذا المتوازي. المتوازي يا شباب تمرين كلش دقيق، هو من اهم تمارين الصدر، هو والفتح والبالاوفر. ليش؟ لان يسوي استطاله ستريتش لعضله الصدر بعد ما تكون العضله شاده بسبب التمارين الضاغطه. هذا المتوازي، راسي لي قدام، كوعي للخلف، وانزل ستريتش بقدر المستطاع للاخير. 1 ستريتش، 2 ما يصير جسمي ثابت والعب، لا هذا صار ترايسبس، لازم انحني للامام.
هذا هو المتوازي. خلصنا الجوين سيت، هذا اسمه جوين سيت. خمس تمارين او اربع تمارين مع بعض تنتهي بتمارين الاستطالة، بتمارين الساحبة. هذا جوين سيت. مشكلة ثانية يا شباب يوقعون بها هواي رياضيين، الفرق بين الفراشة والفتح الدامبل. نعرف كل زين بانه اكو تمارين ضاغطة واكو تمارين ساحبة. التمارين الضاغطة انت لما تجي تشد العضلة تعصرها، هذا تمرين ضاغط. التمرين الساحب لما تجي تسوي استطالة للعضلة، استرتش مثل بالأوفر، مثل الفتح دامبل. اكو هواي ناس يسمون الفراشة التجميع فراشة، والدامبل الفتح يسموه فراشة. هن يشبهن بعض بس مو نفس التمرين. هذا تمرين ضاغط، انا هنا أنا قاعد اضغط الوزن، قاعد اضغط الوزن وما قاعد ارجع للنهاية، قاعد اشد العضلة ما قاعد ارجع للنهاية. بينما تمرين الفتح دامبل لما تنام مستلقي بهالشكل هذا على الكرسي، لما تنام مستلقي تحمل الدامبل وتنزل، الدامبل قاعد ينزل للاخير، قاعد تسوي ستريتش للعضله. هاي الفكره. هذا التمرين ستريتش، هذاك ضاغط، هذا التمرين استطاله للعضله، هذا تمرين مو تمرين ضغط مثل ما نلعب التجميع. هذا الفرق بيناتهم. خلينا نرجع على التكنيك مال الصدر. اول تكنيك حكينا عليه الجوين سيت، هسه راح نرجع على التكنيك الوقفه 3 ثواني. هذا تكنيك توقفه 3 ثواني، اخفف الوزن. طبعا بالوقفه 3 ثواني مستحيل تقدر ترفع وزن، لان العضله راح تشتغل من النسيج العضلي الداخلي، ما راح تشتغل بس قوه العضله او سطح العضله. سو شوفوا هذا الشكل، 1 2 3 نزول، 1 2 3 نزول سريع. ليش؟ لان اذا نزلت بطيء مستحيل راح تقدر تعد اوزان. 1 2 3 4، 1 2، خلصنا مثلا 12 2 3. هذا تكنيك، عرفتوا شلون يا شباب؟ هذا تكنيك. اوقف، وطبعا الوقفه مالتي مو للاخر، يصير افرد ايدي. ليش؟ إن اذا فردت ايدي بالوزن، الوزن راح يصير على المفصل على المفصل على المفصل، والعضله ترتخي. قبل الاخير واوقف، قبل الاخير على مود اقدر اعصر العضله، لا تطلع للاخير. بس تطلع للاخير انت ريحت، الوزن والضغط كله صار على المفاصل ما صار على العضله. هذا التكنيك الثاني، جوين سيت، الوقفه 3 ثواني. التكنيك الرابع الثالث اللي هو هذا، وقفه بالنص، 1 نزول كامل، وقفه بالنص، 2 وقفه بالنص، 3. او نفس التكنيك ويطلع قبل ما اوصل للاخير اوقف، بعدين 1 نزول كامل للاخير، 2 نزول كامل. هذا تكنيك مرتين يعتبر. التكنيك هو شنو؟ التكنيك، التكنيك هو عباره عن كنترول العضله، شلون تقدر تتحكم بالعضله، وهذا اللي يفاجئ العضله يسوي لها شوكت ويخليها تشتغل. اللي لازم نغيره يا شباب اسبوعيا هو التكنيك مو التمرين. التمرين ما تقدر تغيره، اذا غيرت التمرين الا اذا انت تريد تزيد وزنك بس ما تطلع عضلات ممكن. بينما اذا شخص يدور ديفينيشن وعضلات حلوه لازم يلتزم بالبرنامج بس يغير التكنيك على مود جسمه يستجيب. سو هذا تكنيك. التكنيك الرابع اللي نقدر نقول عليه انك تحمي العضله بشكل جيد وتبلش من هيفي ويت، من الوزن الثقيل بعد الاحماء، طبعا بعد احماء عضله الصدر تبلش من الوزن الثقيل وتعد 8 تكرارات، خفف الوزن وتعد 10، خفف الوزن وتعد 12. هذا اهم تكنيك. شنو عندنا بعد تكنيك وغيره؟ الجوين سيت، عده نصفيه، هيفي ويت، وقفه 3 ثواني. هسه راح اقول لكم التكنيك البطيء، يسموه عقارب الساعه. التكنيك عقارب الساعه شنو اسمه؟ بار، 1 2 3، 1 2 3، هذا 1 2 3، 1 2 3، هاي 2، 1 2 3. يعني طلعة مالتك 3 ثواني ونزلة مالتك 3 ثواني. هذا يسموه التكنيك البطيء، وهذا هو من أصعب تكنيك ممكن تتمرن به أي عضلة، أي عضلة. ليش؟ لأنه هنا أنت من صدق راح تنهار، راح توصل أنت عندك 12 تكرار راح توصل 10 وتحس جسمك خلاص انتهى. بس الأفضل منك أنك تستمر 12 10 8، 3 ثواني طلعة 3 ثواني نزلة، إن كان بالتجميع وإن كان بالضغط المستوي أو الأسفل أو العالي.
سو يا شباب، هاي نبذة صغيرة عن تكنيك عضلة الصدر وكم تمرين وشلون نلعبها. مثل ما قلت لكم، الشخص إذا كان جسمه ضعيف، عضلة ضعيفة، لا تجهدها. إذا تجهدها راح تحرقها أكثر. إذا كان صدرك بدهون اجهدها، ماكو مشكلة، لأن أنت تريد تحرق العضلة. إذا كان صدرك بعضلات بس ما بشكل، الأفضل أنك تتمرن بشكل صحيح وببرنامج تدريبي على مود يطلع شكل العضلة. فيديو اليوم كان عن أخطاء العضلة الصدر لما نتمرنها وعن التكنيك. فيديو الصدر، الفيديو اللي حسويه عن عضلة الصدر فيديو طويل وبيه حكي هواية. سو هذا مختصر لعضلة الصدر. الفيديوهات القادمة إن شاء الله لعضلة الصدر، كم تمرين وشلون نلعب عضلة الصدر، وإذا كان الصدر ضيق أو الصدر ما بي عالي أو إذا الصدر ما بي أسفل شلون راح نتمرنه. بالفيديوهات الجاية إن شاء الله أشرح لكم أكثر. تعصروها جوة، 6 7 8 9 10. هذا تمرين ونقدر نلعبه باليد الثانية، وهذا تمرين ثاني هماتين، وهماتين حتى بهذا الشكل نقدر نلعبها 3 10.